كل الريكيرجن كله خير بسيط يعني كله سطرين ثلاث كل اربعه بس الفكره انك تكون متابع صح تكون فاهمه صح. السؤال واضح اللي ناقل للمره مين ما كان حاضر لما جربنا؟ تمام. السؤال بيحكي عندك ارقام لكي نمبرز، لكي نمبرز فيها بس يا ديجيت اربعه يا ديجيت سبعه تمام؟ السؤال حكى لك عن شيء اسمه سوبر لكي نمبرز اللي هي بتكون مش بس 4 و 7 يعني لكن ال 47 هاي ال 74 عباره عن ارقام لكي نمبرز تمام؟ السؤال بحكي لك انه عشان تكون انت سوبر لكي نمبرز بدك تكون ال 4 يساوي 7 يعني يكون عندك 4 وحده و 7 وحده فهذا سوبر لكي نمبر وهذا نفس الشيء اما 7 7 4 هو لكي بس مش سوبر لكي تمام؟ فبس بهمك عدد 7 تساوي 4، وقتها حلينا عن كيو، كنا نضيف في البداية 4 و 7 وبعدين نضيف عليها يعني يا نضيفها لكمان 4 يا كمان 7. حشرح الحل سريعا اللي حكيناه قبل. حكينا في البداية عندي 4 بعدين نحط 7 بعدين 4 هاي عشان بحطها أرجعها لآخر الكيو أضربها في 10 وأزيد عليها مرة 4 ومرة 7. مضروبة ب 10 بتصير 40، ف 40 زائد 4 هي 44، 40 زائد 7 هي 47. فأنا هي بضبط بس الأرقام اللي هي لكي نمبرز، تمام؟ 7 نفس الشيء، حاجة إجا دورها، فراح أحكي 70 زائد 4، 70 زائد 7، تمام؟ إجا دور هاي، أعطيني 4 4 4 و 4 4 7 وهكذا. فهي بس الفكرة إنك أنت عندك حالتين، يا بتضيف 4 يا بتضيف 7، وين تعطيك كل الأرقام اللي هي لكي نمبرز. تمام؟ وشرحنا كمان شغله زياده وكيف نعرف انه سوبر لكي. فبنحل الموضوع على الريكيرجن، فكروا فيه شوي. والحضر الايام الاثنين والاربعاء يكتب جنب اسمه انه يعني اليوم الاحد والاثنين والاربعاء موجودين تمام؟ بس مش عارف شيء اذا في من كل مكان وراء بيكون احسن. اذا كان قلت اضيف 4 اذا كان يجي اضيف 7 ببلش 5 يساوي 1 4 5 7
هذا الجواب يتكون من 10 خانات. فاحنا ممكن نخلي البيس كيس تاعتنا
في أكثر من 10 خانات يعني 11 خانة فوق فهذا الرقم مستحيل يزبط فبتبين تمام؟ بعد هيك احنا هنطلع كل الأرقام اللي عدد خاناتها 10 أو 9 أو 8 أو أي رقم أقل بس لما تصير عدد الخانات أكبر من 10 بنوقف الحل تمام؟ تمام؟ طيب شو هنعمل بعد ما نلاقي الرقم؟ هنصير نطلع إذا كان الرقم لكي لكي هو أوريدي لكي يعني بنضيف فيها 4 يا 7 هلا السوبر لكي حنضيف هركة زي ما ضفنا على الكيو تمام؟ الكيو شو عمل لها؟ سي بلس 1 سي ماينس 1 خلينا بير بدنا نخلي الرقم بس لحاله خلينا بير مع رقم ثاني حكينا الرقم الثاني هو لما يكون 4 بنزيد 1 لما يكون 7 بنقص 1 هون زائد 1 ناقص 1 هون ضفت كمان 4 فزائد الرقم تاع الأربعة أصلا 1 زدت عليه 1 كم حيصير؟ حيصير 2 وإن كان عندي 1 ونقصت 1 لأني دخلت 7 كم حيصير الرقم؟ 0 0 فكل رقم خلينا له قيمة تمام؟ الأربعة في البداية هي 1 7 هي سالب 1 بدي أضيف كمان 4 عشان تصير 44 كل إضافة 4 بتمثل لي 1 زيادة على الرقم الثاني كل إضافة 7 بتمثل لي ناقص 1 فواحد زائد واحد عشان أربعة الثانية تصير بعد الأربعة أربعين حتكون 47 عندك واحد ناقص واحد عشان السبعة كم حتصير هاي؟ صفر بعدين 77 حتكون كم؟ 74 كم حتكون؟ ناقص صفر لأنه سالب واحد بزيدنا واحد عشان الأربعة بعدين 77 حتكون سالب 2 تمام؟ الهدف من الرقم هذا كله لك كيف إذا كان صفر فالرقم سوبر لك مش قصدك لأنه الأربعة تساوي سبعة فعدد البلسات راح مع الماينس فصار صفر تمام؟ فهيك عرفنا إنه لك سوبر ويعني بس هو سوبر لك لما نضيف معاه شغلة ثانية رقم ثاني إحنا مش بس معنا إنه الرقم نفسه يضرب 10 وزيد عليه 4 في عندي قيمة ثانية بزيدها مرة واحد وهون بنقصها مرة تمام؟ فصفى السوبر لكي وصار معنا مضمون الحالة بس شو بدنا نعمل كل ما نلاقي رقم جديد؟ نطلع اذا كان اكبر من اكس حنحط الجواب تبعه تمام؟ بس احنا بدنا اصغر جواب فيهم كلهم فبس بنخلي مينيمايزيشن دائما كل ما نلاقي رقم كل ما نلاقي جواب جديد بنحط انه الجواب هو هذا الرقم تمام؟ واضحه ولا مش كثير؟ طب خلينا نتوقف مع الكود شوي ان شاء الله نتوقف اكثر ونرجع بالليل تمام يعني حاحكي مع الشركه مع الكود اتوقع ان شاء الله نتوقف احسن بس خليني ارسم يعني رسم الهية الكودي حيكون في قيمتين عندي الـ A اللي هي الجواب تاعي أو الرقم اللي وصلت له وعندي C الكاونتر اللي بدي أحط فيه الزائد واحد والناقص واحد ففي البداية أول نوت تاعتي حيكون فيها صفر فصفر الرقم لحد الآن صفر هو في البداية تبعها صفر والكاونتر تبعها صفر لأنه لا فيها لا أربعة ولا سبعة أول شيء حأحكي له نضيف على الصفر فطور صفر بعشرة وضيف عليها 4 فحتصير 4 والكاونتر حيصير 0 سالب 1 اللي هو 1 اللي بعديها 7 و 1 سالب 1 هلا هي ايش حتعطي؟ 44 مع 2 47 مع 0 هي حتعطي 74 مع 0 77 مع سالب 2 وبنكمل تمام؟ هلا مع الكود بدنا نتبع على هاي الرسمه تمام هلا في كودي ما حاحكي عن ما بدي ارجع لي قيمه يعني الفانكشن تاعي مش زي في براتشي كان بدي ارجع لي في براتشي ال n-1 زائد في براتشي ال n-2
حتى البيس كيس ما بترجع لي واحد او شيء زي هيك، هي بس تنهي الرسمه تمام، تنهي التري تمام. فكودي ما بده يرجع قيمه بس بده يخزن الجواب الاقل. اذا انا حكيت في عندي شيء حيكون عندي الانسر، كل مره بلاقي جواب احسن منه ححط الرقم الاقل تمام. يعني زي لو بدورته على اصغر قيمه جوا الاري شو حتعملوا؟ تحطوا متغير اسمه مينيمم، وكل مره تصيروا اذا لقيتوا اصغر منه تحطوا هو الجواب صح؟ بس في البداية احنا اكثر شيء يكون عندي 10 خانات صح؟ 10 خانات يعني ما بيزبط فيها انتجر تمام؟ لازم لونج لونج. فانا بدي اعرف لونج لونج للانسر تاعي عشان يكون عندي لما دعمل مينيمم لانسر لجواب لشيء، او خلينا نسميه مينيمم احسن. لما دعمل مينيمم لشيء لازم احط فيه رقم كثير كبير اكبر من المتوقع، وكل ما الاقي رقم اصغر منه بحطه تمام؟ عشان لو كان عندي رقم واحد مع اول رقم يزبط. فاحنا حكينا اكثر شيء حيكون الجواب هو 5 4 5 تبعات، فممكن احط هذا الرقم نفسه او ممكن احط رقم اكبر منه. انا ححط 10 قوة 12، 10 قوة 12 يعني رقم اكبر منهم كلهم تمام. بس 1 اي بعدين الرقم معناها 10 قوة رقم تمام. لما كنت 10 قوة 6 بقدر احكي 1 اي 6 بتصير 10 قوة 6، 10 قوة 7 تمام. لك 10 قوة 12 اعمل زي هيك زي حالة من الاصفار تمام. فعشان الفانكشن ما بترجع قيم حعمل void. void هنسميه لوكي. بياخذ قيمة واحدة ولا قيمتين؟ قيمتين صح؟ بياخذ A. هلا A برضه حتكون long long. C ممكن يكون انتجر عادي تمام؟ هلا اول شيء دائما ببلش في كتابه الابلكيشن في البيس كيس تمام. فشو البيس كيس عندي؟ لا هون يوقف لما يوصل اللي هو بطول ايه اذا كان اكبر من 10 خانات 10 قوات تمام. هلا يا بضيف متغير ثاني على الابلكيشن بسميه كاونت لينكس مثلا، بس في حل ابسط من هيك صح؟ هلا الاي هي نفسها بتعطيني قيمه صح؟ إذا كانت القيمة أكبر من 1E10 يعني أكبر من 10 قوة 10 فهي أكبر من 10 خانات. لا إذا كانت أكبر من 10 قوة 11 فهي أكبر من 10 خانات تمام؟ ممكن أحكي له بس FA أكبر من 10 قوة 11 فأعمل return عشان يوقف تكملة التري هاي ويكمل طبيعي تمام. فالبيس كيس اللي احنا كتبناه تمام. هلا صفر شو بدي اعمل كل مره؟ بدي احكي له الحالتين اللي عندي، بدي احكي له جرب لكي ايش القيمه بدل ايه حتصير اول وحده؟ ايه ضرب 10 زائد 4 تمام؟ والكاونتر شو حنساوي فيه؟ حنزيد عليه 1 صح؟ الحالة الثانية هي نفس الشيء بس هنقص واحد من الكاونتر حكي زائد 7 تمام. الفكرة هاي حدا لسه متغلب بموضوع ضرب 10 وشرحناه بالحالة الأولى عشان هيك ما ركزت عليه، بس هو ضرب 10 إنه كان عندك الأربعة توصلها 44 و 47 فاضرب 10 زيد 4 واضرب 10 زيد 7 تمام. بس قبل ما احنا نجرب الحالتين الثانيات بدنا نجرب اذا حالتنا اصلا بتزبط، يعني الاي اللي انا واصل لها الاي هاي بدي اعمل عليها شيك اتاكد هل هي ظابطه ولا لا. اذا ظابطه حضيف على الجواب تاعي صح؟ يعني حاعملها مينيمايزيشن مع المينيموم تاعتي، الاقل حاخذه هو الجواب صح؟ فعشان هيك اول شيء خلينا ندخل الاكس بالضيقات جاب اكس، خلينا نقرا سي ان اكس بس بدي اياها في البدايه global. أنا بدي أقارن لونج لونج مع انتجر عشان أكون يعني ما أخليها لونج لونج، بس هو ما حتأثر تمام؟ لأنه إكس أقل أكثر شيء 10 قوة 9 فبكفيها انتجر. فأنا حكون دخلت على إكس أول ما قرأت البرنامج، فهون شو راح أحكي له؟ بدي شرطين صح؟ الشرط الأول إنه الـ A تاعتي وصلت لها أكبر من إكس أو أكبر أو تساوي، لأنه السؤال بحكي لك إذا الرقم أكبر منك أو يساويك. إذا كانت الـ A أكبر أو تساوي X أو
أول شرط. الشرط الثاني شو هو عشان نتأكد إنه صفر لكي؟ نسيت تساوي صفر. بالضبط نسيت تساوي صفر. فإذا الـ A أكبر أو تساوي X والسي تساوي صفر فأنا في عندي حالة ظابطة. لا مش شرط هي أحسن حالة بس هي إحدى الحالات الظابطة صح؟ فكون إحدى الحالات الظابطة المفروض عندي المينيمم هذا اللي هو فيه الجواب فأنا أحكي له المينيمم شو يساوي؟ يساوي المينيمم بين المين نفسه وبين الجواب اللي طلع معي هسه اللي هو A. كل بيعرف الفانكشن تعمل ياخذ قيمتين وبحط الأصغر. تمام؟ هيك كود كله خلص، كل اللي بدي اسويه خلص، خلص راح احكي له لوكي حاطيه اول شيء بلش فيه هو صفر ما صفر، فانا اعطيته اول دائرة ايش حيعمل؟ حيطلع فوق. هل الـ A اكبر من 10 و 11؟ لا صح؟ حينزل. هل الـ A اكبر من X؟ الـ X تفرض انها كانت 4500 زي اللي بدنا على اللوح تمام؟ يعني هو المثال. فالصفر لسه مش اكبر من 4500 صح؟ فما حيدفع الـ if statement هاي مع انه C تساوي صفر بس ما حيدفع الـ if statement. حيعمل اول شيء لكي الـ A ضرب 10 زائد 4 اللي هي 0 ضرب 10 0 زائد 4 4 مع 1. فاول شيء حيروح على الدائرة اللي فوق شوي 4 مع 1. بعدين حيروح على اللي بعديها اللي هي 7 مع سالب 1. تمام؟ من الأربعة حيدخل على 44 2 و 47 0 وهكذا. تمام؟ فلو أعطيهم 4500 طبعا بالنهاية بس تخلص بدك تحكي له اطبع لي اليوم السي أوت مان طبعا لي 4747 تمام؟ لو تجربوا أكبر شيء ممكن اللي هو 10 و 9 طبعا اللي حكينا عنها اللي هي 4 5 4 5 7 تمام؟ كمل الكومبلكس بتاعت الكورد هارد كومبلكسيتي بالضبط هي 2 قوة n وهي n 10 لأن أكثر شيء عندي 10 خانات ممكن واحد استصعب لما شرحنا الـ Q السؤال هذا شاف إنه الموضوع شوي صعب وإنه يعني كيف تفكر بهيك حل؟ عم بضيف Q وكل وحدة بين زي هلا اللي كان صراحة تفكير فيه أصلا أنا عارف إنه في عندي حالتين طول اللي بفكر فيه كري كان تمام؟ كانك في البداية تم أرقام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ولا
بعدين 10 11 12 تمام. هذه الخمسة كيف تيجي؟ عندك 10 خانات اللي هي من 0 ل 9 وعندك 10 ارقام هذول تستخدميهم بس في كتابة الارقام صح؟ يعني كل الارقام تستخدميهم بس من 0 ل 9 تستخدميهم في بداية تقدر كلهم بعدين بتصير تمسكي مثلا الواحد عشان تطلع الارقام اللي بعدها. الواحد بيعطيك ضرب 10 زائد 0 ضرب 10 زائد 1 وهكذا لحد زائد 9. 1 ضرب 10 10 زائد 0 10 زائد 1 11 12 لحد 19 تمام. بعدين هتروح على 2 2 ضرب 10 زائد 0 يعني 20 21 22 هيك بتطلع كل الارقام الطبيعيه تمام. هذا حكيناها في اول المحاضره هيك بتطلع كل الارقام تمام. هلا هون انا بدي بس خانه ثانيه يا 4 يا 7 فعشان بدي اضيف يا 4 يا 7 عشان انتقل من يكون بالآحاد لأربعة تكون بس رقم عادي تضيف رقم جنبه. فأول شيء حزيه هذا الشمال الإزاحة عندنا بتروح في 10 فبتصير 40. بعد ما تزيح هذا الشمال في ضرب 10 بتصير 40. فحضيف 4 على 40 حتصير 44 حضيف على 40 7 حتصير 7. عشان تضيف رقم جديد عشان تضيف رقم على اليمين يا تضرب 10 تزيد الرقم وهيك بتصير ضفتي. فعشان اضيف 4 بتصير 10 زائد 4 تضيف 7 ضرب 10 زائد 7 فهيك كوننا الارقام. الارقام اللي على اليمين الثانيه هي 1 سالب 1 زي هيك هاي بس بتبين لي كم عدد الاربعات موازي للسبعة. فيعني هون اربعتين بتصير ولا سبعة فيعني زي كنت تحكي عدد الاربعات ناقص عدد السبعات. فاربعتين اثنين ناقص صفر السبعات هو اثنين. هون عدد الاربعات واحد والسبعات واحد فواحد ناقص واحد صفر تمام. هون نفس الشيء واحد ناقص واحد صفر. هون الاربعات صفر والسبعات اثنين فصفر ناقص اثنين سالب اثنين فهي تمثل سالب اثنين تمام. فإذا كانوا متساويين فهو فرقهم يساوي صفر. فعشان هيك حاطين الرقم التالي عشان نتأكد من موضوع الرقمين. في حل أبسط إني أعطيه إكس وواي بدل ما أعطيه بس كاونتر سي. أو ممكن أعطيه كاونتر يعني سي 4 وسي 7. الأربعة للأربعات والسبعة للسبعات. بحكي له إذا سي 4 تساوي سي 7 وقتها بدل ما أحكي له إذا كانت إكس سي تساوي صفر بحكي له سي تساوي 4 وسي تساوي 7 تمام؟ سي 4 تساوي سي 7 تمام؟ هلا ما اظبطها. يعني تعقد شوي من موضوع السي، ممكن انا بس ببساطه احكي له سي 4 سي 7 فبالنسبه لسي 4 هون حيزيدوا 1 سي 7 ضلوا زي ما هم يعني بالرقم A عدد الاربعات زائد واحد عدد السبعات طول زي ما هو تمام. بس بالنسبه للحاله الثانيه لما اضيف سبعه عدد الاربعات طول زي ما هو عدد السبعات زائد واحد تمام. فالسي 4 وسي 7 في البدايه بتمثلي عند A كم كانت القيمه الاصليه. لما ازيد عليها كمان اربعه فانا ضفت على الرقم كان اربعه حزيد على الاربعات واحد بس السبعات ضلوا زي ما هو سبعات نفس النقطة. فهون بدل ما احكي له سي تساوي صفر راح احكي له سي 4 تساوي سي 7 تمام؟ هيك ابسط. بس من حيث المعي انه تحت حاحكي له انه الاربعات والسبعات كلهم صفار في البداية تمام؟ حد هسه مش يعني انت بتسوي الفانكشن نفسه بس مو بتخوش عندك بترفع عندك الاولى وبترجع مره ثانيه. حيكمل بالاولى راح يكمل بالاولى راح يروح
كيف الريكيرجن شغال بالضبط. لو كيف شغال هو مش بيحكي لك 4 بعدين 7 بعدين 8 بعدين 4 بعدين 7 4 بعدين 7 تمام. هو فعليا بضله يمشي بضله يمشي فوق لحد ما يلاقي في عندك ريتيرن اللي هي بتاعت البيست كيس هيرجع ينزل. فانا بس عشان ابسط الموضوع هخليه يطبع لي بس لحد 4 خانات تمام. احكي اذا كان اكبر من 10 قوة 5 يدفع تمام. احكي له يطبع لي كل هاي الارقام يعني هو كل مره بيطبع لي سي اب اير مع سي 4 مع سي 7 حاطي رقم خلي الرقم نفسه هو حيطبع غلط هسه بس خلي نفسه. في البداية أول شيء حيوصل للأربعة بعدين 44 ثلاث أربعات وهكذا. هلا حاحكي بعدين حرجع يعني حرجع أورجيك واضح حكي بس حاحكي لنا في البداية تمام. خلينا شوي بعدين نخش تمام. مش هحط سي 4 وسي 7 بس هحط رقم نفسه تمام. في عندي في البداية صفر أعطيني 4 هلا نجر الفانكشن نفسه واضح الفانكشن كامل. الصفر شو حيساوي فيه؟ حيطلع هل أكبر من 10 قوة 3 لا، هل أكبر من إكس برضه لا. احكي له استدعي 4 صح؟ هلا هو لما يستدعي 4 ما حينزل لسه، حيضل المؤشر في هذا المكان. بالنسبة للفانكشن اللي كان الباراميتر بتاعته زي 4 0 0 اللي هو 0 0 0 كلهم اصفار اسف اللي كلهم اصفار استدعى هذا الفانكشن اللي هو اللاكي مع الأربعة وضل المؤشر في هذا المكان تمام؟ مؤشر ضل في هذا المكان يستنى هذا الفانكشن يخلص كامل ويرجع تمام. فراح يضل المؤشر مبدئيا في هذا المكان. الاربعه نفسها حيروح على الفانكشن الاول اللي من فوق حيطلع هل 4 اكبر من 10 قدرات لا، هل اكبر من اكس برضه لا. حيحكي له اضربها في 4 وروح صح؟ فحيضرب في 10 وزيد 4 حيوديها على 44 تمام؟ ال 44 نفس المبدا. طبعا بال 4 ضل في عندك السهم الثاني صح؟ نفس المبدا ضل المحل المؤشر نفس المكان. ضل هون عندك مؤشر عند اللوكي الثانيه استنى هذيك الاولى تخلص عشان يبلش بالثاني تمام؟ ال 44 حيروح عليها اكبر من 10 قوة 3 لا، اكبر من اكس لا. فحيكمل حيحكي له 44 حتعطيني 4 4 4 تمام؟ ثلاث أربعات أكبر من 10 قوة 9 لا وأكبر من إكس برضه لا. يعطيني نفس الشيء أربعة أربعات. هلا أربع أربعات أكبر من 10 قوة 9 أكبر من 10 قوة 3 راح يعمل ريتيرن تمام؟ بهذا المكان حيعمل ريتيرن. هاي بترجع لهون بتحكي له جرب الحالة الثانية يعني هو رجع للمؤشر من هاي الحالة الأولى وعمل ريتيرن تمام؟ بيجي على الحالة الثانية اللي هي هاي. فالحالة الثانية من وين؟ عن ثلاث أربعات. حتعطيني 4 4 4 7. هاي حتعمل برضه ريتير. هلا هاي برضه خلصت لأنه ما حتعمل ريتير بس هي خلصت تمام؟ روح الأربعة. سوى استعمال هدول. فأوريت هيك أنا في عندي شيء اسمه ريتير. لما يخلص الفانكشن الباي يعتبر إنك خلص عملت ريتير تمام؟ فهيرجع عند 4 4 4 4 خلصت من اللاكي الأولى حتروح للاكي الثانية اللي هي 4 4 7 وهي نفس الشيء حتروح على 4 4 4 7 7 بعدين 4 4 7 7 7 7 مستر
وبعدين هاي حتخلص الانتجرال، هاي حتخلص الانتجرال، هاي حتحطوا الدنيا على 4 سنوات تمام؟ فهيك الترتيب تمام، وبضل يطلع بالعالية فوق، بعدين برجع بصير يكثر شوي شوي. يمكن في تفاصيل مش دقيقة واللي حكيتها. نسوي أول شيء 4 بعدين 44 بعدين 3 أربعات 4 أربعات، هلا رجع من 4 أربعات راح على 3 أربعات 7، رجع من هاي حيروح لوين؟ لعند 4 4 7، بعدين حيروح من لعند 4 4 7 4 بعدين 4 4 7 7، بعدين حيرجع لعند 47 صح؟ فهذا بالضبط اللي بيسويه الريكيرجن، بضل يمشي لفوق بعدين ينزل يكمل الطريقة تمام؟ عشان هيك احنا مش اول حل بناخذه من الاي يعني اكبر من اكس عم ناخذ انه هو الجواب تمام؟ يعني ممكن الاقي جواب اوكي هو لاكي هو اكبر من اكس وسي 4 ساوي سي 7 بس هو مش اصغر جواب، ممكن الاقي اول واحد بس هو مش اصغر جواب، عشان هيك احنا بنمشي عليهم كلياتهم ونتاكد منهم كلياتهم وناخذ اللي هم فيهم تمام؟ واضح هيك او الى حد ما واضح تمام.